أول شيء تسكر كومنتات وفك عمري تسكر لي هالباب هذا ما في كومنتس نو كومنتس بيابرو الكومنتاتو أوكي ما في شيء لو عارف فرنسي كان قلتها يمكن ضيفنا اليوم يعرف فرنسي ضيفنا اليوم متميز حدثني عن التميز حدثني عن التميز حدثني عن الحياة الشخصية الكلاسيكية البسيطة الحبيبة الخفيفة يعني شلون اشرح لكم عجيب راح اتعلم منه ان شاء الله وايد ناطرينه ان شاء الله يكون موجود في لايف خفيف على قلوبنا وبسيط ولطيف بس للحين ما دش ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه للحين ما دش ثواني خلينا نشوف انا ما كلمته توقعت اون تايم يمكن باي لحظه الحين يدش يا اخي استانس لما اسوي سيرتش والقى اسامي ربعي موجودين عبيد بعبيد عبيد العماني او نور اختي الشمالي هيا الله عمور عمور الله وكلم كلم دعي وين ناطره ترانا يلا قهوه دش حلوين يا رحم الله انزين عندنا الشخصيه الكلاسيكيه المتميزه ضيفنا اليوم جدا مميز خلينا نشوف السلام عليكم هلا هلا ابو الحليب اسف جدا على التاخير شوف انا دائما احترم مواعيدي بس يعني صار شيء برا ايدي انا ما اقدر اسوي شيء وما هيونه لا خل اقول لك شنو صار قول انا ساعه 9 نزلت تحت ولما موجوده بالصاله هلا يما قعدنا نسولف من شنو اليوم تطلع لاي ما احمد قلت له اي اليوم بطلع لاي ما احمد اي قلت ايش درات خالتك نجات دقت علي قلت حلو زين شنو صار بعدين اسمع قلت له اوكي زين شنو صار بعدين خالتي نجات دازه بالجروبات امك دازه ما ادري حق منو بالجروبات ان احمد اليوم يطلع مع دعي امي نفس الشيء ماكو جروب ما دزت اليوم دعي بيطلع مع احمد فالبريشر مليون تمام وان كل هذول ايه بس كل هذول بيون لازم الواحد يخشخ مشكله ما عندي شيء البسه لقيت قميص الشيء الوحيد المكوي قميص اناناس باي ما ينفع كلش لا ما ينفع كلش وصلت انا اسف ما ادري من قاعد وصلت دق لحظه كلش الامور مو متفسع طفي المكالمات راح يطفي انت شابك واي فاي اي ايه بس اسحب وطف ال هذه مالت السلفون ايه لا انت الله يعينك الحين الله يعينك امي قاعد طالع خالتي طلوع قاعد طالع خالتي ميمه موجوده بعد امه محمد موجوده اوكي الحين أنا أموري طيبة الحين الصوت زين كل شيء تمام الصوت زين كل شيء أوكي زين اسمع قبل لا نبلش لحظة أنا بعد ما خلص صحيح ما خلص أنا آسف روح ما خلص قصة خلصنا 9:30 صعدت بضبط الإضاءة ضبط السيت أب أرتب أموري أسوي لي قهوة أحط لي ماي صعدت ولا أبوي موجود بغرفتي مع السايق وصعد السايق الكنقية يبا ايش قاعد اسوي هنا يعني بطلع لايف شنو لايف يعني مقابله تلفزيون لا مو تلفزيون انستغرام ايش قاعد اسوي انت الحين غرفتي ابوي قاعد مخلي السايق ينظف احنا عندنا السبليت يونتس مالت التكييف قاعد ينظف الفلاتر زين بس 10 انا موعد الريال خرتب الامور كذا اسوي لي قهوه اسوي لي كذي ادور لي ستاند ما عندي ستاند يلا كاك 10 الا 5 تو ينزل السايق تقول خلا وريك الستان الله يعينك الله يعينك لا الأمور طيب عادي فكافح عشان أطلع بالوقت بس في مصيبة شنو هي القهوة موجودة توني بقول له أوكي في مصيبة ثانية شاحن تليفونك ولا لا إيه أوكي صارت فيني هذه لا مرة كنت مستضيف واحد كم كان الفيو 2200 شيء كذي انا كنت قاعد اعرك حزتها
أول يعني أنا متعود كل اللايفات طلعتها 50 50 70 50 100 110 130 هذا صكني 2200 قمت والله العظيم النتيجة كل سالفة أقولها قبل أنا كنت قبل أعلق أفكر الحين ما أدري في بريشر الإضاءة تجي موجود سخيف مسخيف من هذا عرفت اللي أنا بطلع بثبت حق الناس ترى أنا يعني عندي محتوى فأنا خوش ما 2200 والله وكلك يطفي التليفون ومو يطفي التليفون يطفي الشاحن كفر التليفون يعني خلاص بل ولا نيت والله إني طلعت قاعد أركب قاعد أركب أركب وين الشاحن أمي طالعني إيش فيك إيش فيك وين الشاحن أنقذوني إيه الحمد لله عدينا عدينا على خير دعيت له كنا عندك تفضل ما عليك زود احنا نحبك ونحترمك تبي نبلش نقول احنا في بيننا غرابه ولا نخليها نختم فيها الحين خلاص اذا عرف اسم امك اكيد بيننا غرابه يعني لا بتعرف اسم امي يمكن اي صح دعيت له يا جماعه الخير ولد خالتي حلو واهلنا ممكن الحين قاعد يشوفون اللايف كلهم نمسي عليهم بخير ترى انا من زمان دامنا يطاري خالتي خلود من زمان نفكر ان اخلي خالتي خلود تطلع وياي عاد والله تبدع صدق انا مره سامحها تتكلم عن الغزو انا قبل فتره ترى يمكن قبل لا ابلش بلايف ابو خليفه طلعت بلايف ما كان في يمكن 30 40 فيو بس ورب الكعبة ان انا لما رديت او اللايف الوحيد اللي بحياتي شفته انا لما خلص شفته كله لما خلص ارد اشوف ليش خلاص شفته قاعد تشرح الغزو امي وشلون راحت وانا انولدت في السعودية وشلون مش عارف ايش انا سامع امك تتكلم مرة بسناب شات انا مرة اي مرة قبل يمكن بسنتين او ثلاث قلت حق امي ليش ما تسولفين على الغزو بما ان احنا كنا قاعدين هني 7 شهور قلت له اوكي ما عندي مانع تفاجأت بكمية التوثيق اللي مزقتها ومزقت مذكرات صح تصور فكل شيء موثق قعدنا يمكن والله اطول ستوري صورته بحياتي يمكن نص ساعة ان شاء الله اي سولفت راحت فتحت عن الغزو سوالف الغزو وش صار وش ما صار وبالسعودية منو كان موجود فيبيل على يوم تجيبها تسولف على الغزو بالضبط مو على يوم هالثلاث اربع ايام اللي جايين 100% راح اخلص ادق عليها خالتي راح ادق عليك في الساعه 11 متاخر بس المهم ما عليك زين دعيت له تفضل اول شيء ودي ابلش فيه انا اعرف منو دعيت له ارسلك منو دعيت له سؤال وايد صعب 100% واصعب وياي اصعب شنو درست شنو سبب حياتي شنو المطلوب عطني انت لما احد يسالك منو دعيت له السؤال الصعب هذا منو دعيت له شوف طال عمرك اتوقع الناس العاده اذا بتعرف عن واحد شنو هو بالضبط اهم شيء يهمهم معاشه واسمه حلو. وعمره وشنو درس حلو وشنو يسوي بحياته شو يشتغل حلو. عمري 35 مواليد 84 58 اسمي دعي صالح له هذا خلصنا منها ما راح اقول شنو معاشي مو ضروري اتوقع انا اكثر طالب درس بحياته خذيت انت شكرا خذيت دكتوراه 9 سنين انا 8 سنين بكالوريوس ما شاء الله خير وبركه اي تقريبا درست كل شيء بالحياه اللي ما حصلت لي فرصه اني ادرسه الفلك والطب ولا كان حين انا الخوارزمي اضطريت اني اسافر طبعا عقب ما قعدت بالكويت 5 سنين قالوا انفصلت مو لان معدلي مو زين اجتياز المده الاعتياديه للتخرج حلو صدق يعني شهيدت اي انا قاعد بالجامعه قاعد ادرس كل شيء قاعد ادرس كل المواد وحولت من كليه لكليه ومو محدد تخصصي فيلم 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 فقال لي انت مفصول شلون مفصول مو معدلي زين انا اي بس اجتياز المده الاعتياديه للتخرج شنو يعني حلو. يعني انت السيستم حده يقبل كنا 14 كورس ايه انت عشان تخرج يبيك 16 كورس حلو وال14 هذول اعطيك اياهم باستثناء حلو تعدل 12 والاستثناء يصيرون 14 انت يبيك 16 حلو. والحل وانا مو موقف ولا كورس يعني كل الكورسات كلهم دارسهم ولا كورس وقفهم والحل واسطات مني منك ما تقول السيستم الجامعه ما يقبلها اصلا
انت مو موقف ولا كورس ومو مخصوم ولا كورس وما زلت تخرج 16. اضطريت اروح رحت الاردن درست بي اس يو. اي اس يو طبعا مو مالت امريكا غير ابلاي ساينس يونيفرسيتي جامعه تطبيقيه عشان لا تخرج. تخرجت وايد متاخر فما ينفع التحق بالسلك الاعتيادي حق الوظائف. حلو. يعني عمري كم كان 27 ولا 26 ما ينفع ادش وظيفه ايش كثر يبي لي علشان اوصل اللي انا ابي. حلو. فقلت لك ما ينفع ادش وظيفه من اولها ببلش شغل خاص. شنو الشغل الخاص؟ ما كنت عارف شنو راح اشتغل. فبالبدايه كنت قاعد كذي بطالي لا شغله ولا عمله وانا كنت اشتغل جرافيك ديزاين. حلو. كفريلانسر ومن زمان من 2000 اشتغل فريلانس جرافيك ديزاينر. ما شاء الله. فماديا اي فماديا ما كنت احتاج وظيفه بس لازم عندك وظيفه مع انه مو وايد لازم بس عموما عشان اهلك وكذا يدرون انك اوكي هذا صدق يروح مكان قاعد يشتغل مو قاعد بالبيت ومطلع تب يقول لنا والله انا عندي ما طلبت منكم فلوس اوكي ليش ما طلبت منا فلوس انت مو قاعد تشتغل اوكي ان شاء الله. فاحصلت لي فرصه اشتغل مع مجموعه من الشباب على بروجكت معين ووايد ركبنا على بعض يعني انا اعرفهم من قبل الشباب واحد منهم ولد عمي بس ما اشتغلنا مع بعض. اشتغلنا مع بعض على بروجكت كان كنا مسويين بزنس بلان حق شركه وكان الشغل وايد حلو وايد طبجنا على بعض. اسف انت درست بعمان درست بزنس اداره اعمال اوكي ف اشتغلنا مع بعض ركبنا على بعض كل واحد فاهم الثاني كانت النتائج وايد حلوه. حلو. جازت لنا السالفه قمنا شو نسوي؟ قمنا طبعا عقب ما قدمنا البزنس بلان هذا واستانس وايد العميل عليه هني بلشت على قولتهم الورد اوف ماوث يعني واحد ثاني يبقى انا عندي شغلي مو ماشي عدل واحتاجكم. شنو سوينا؟ ما قمنا نقدم استشارات. حلو. الاستشارات غالبا ما منها فايده يعني خلينا نقول 99.9% من الاستشارات اللي تقدم بالكويت ما منها اي فايده يعطيك كلام كوبي بيست وسوي كذي وسوي كذاك وهو ما يدري شنو شغلك انت اساسا. حلو. بس انا بطلب منك كروه مبلغ معين واعطيك البلان تدبر حالك. 99.9 اي كله حكي فاضي. كله حكي فاضي. ما يصير انت تقدم لي بزنس بلان على شغله انت ما تعرف عنها ولا شيء. ولا شيء. مستحيل. تقعد معي قاعده واحده خمس دقائق تقول لي والله خلاص يبا ان شاء الله عطنا شهرين ونعطيك البزنس بلان وكوبي بيست. بس كوبي بيست شفناه. فقررنا احنا الموديل مالنا شوي يكون غير. حجي احنا نشتغل معك ما نعطيك استشاره وفمان الله. وبشرط تعطينا الخيط والمخيط. احنا ندير شغلك لفتره معينه من الزمن على مبلغ معين، ساعات في ناس يقول لك والله ما اقدر ادفع، نقول اوكي ما تدفع راح ناخذ احنا نسبه. ما نبي تدفع. طبعا لما يجيك واحد غرقان يجازف فيك. وفعلا يانا واحد غرقان وجازف فينا، هني اللي شغلي بدا وايد يتضبط. للحين ما اشتغلنا على بروجكت كبير. يعني الحبيب مديون 3.5 مليون. يا هذا توني بسألك انا ايش كبر حجم المشكله؟ وضع سيء جدا. قعدنا رحنا اول الاجتماع قعدنا ابو ساعتين كذي. قال اوكي احنا ما نقدر نعطيك الرد الحين، لازم نشوف قوامك الماليه، نشوف حوستك، نقعد مع موظفينك، مع المدراء اللي عندك نشوف ايش قاعد يسوون. عطنا اسبوع نقابلكم واحد 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 لين نشوف نقدر نساعدك ولا ما نقدر نساعدك، اذا ما نقدر نساعدك ما راح اتعب نفسي. شفنا ان نقدر نساعد بس الموضوع كان وايد يعني تشالنجينج. حلو. هذا متى تعي؟ هذا 2012 13. حلو. وفعلا اشتغلنا معاه ضبطنا السيستم كله ماليا محاسبيا تسويق اوبريشن بيرتشيسينج كل شيء. السيستم صار واضح حق الشركه شلون تمشي. فمان الله خلصنا طلعنا هني عاد قام يزيدون. حلو. الناس اللي تبي السيرفيس هذا لانه ما حد قاعد يقدم احد ثاني. حلو. في بعض البروجكتس ما تحتاج فول تايم. يعني الانبوت مالك او مقدار مساعدتك لهم ما يحتاج الفول تايم مالك.
ممكن ساعه باليوم ساعتين باليوم، فيت فتره كنا ناخذ اكثر من بروجكت في فتره واحده. حلو حلو. انت نفسك الاربعه؟ احنا الاربعه اي نفسنا، احنا الاربعه نفسنا. عقب فتره قلنا يبا خلاص يعني كل واحد، انت اوريدي انت الحين شغال على هالبروجكتس وعندك السمول بزنس مالك، انا عندي شغله شغلتين، الثاني عنده شغله شغلتين كذا. فالحمد لله طلعنا لنا رزقه حلوه، ساعدنا ناس وايد، خبراتنا زادت، تعلمنا وايد. بعض اللي كنت اشتغل معاهم قلتهم جوب اوفرز من برا، واحد يشتغل بنيويورك ما شاء الله الاربعه، اي اي واحد راح فتره امريكا اشتغل ورجع، فخلاص هذا ما قام ينفع. فبديت اسوي اشياء ثانيه، خلق السمول بزنس، ابو خليفه كافيه، عندي مخبز حلويات، ما ادري شنو عرفت. وفي شغلات اللي تصير مؤقته، بروجكت معين يجيلك تورد شغله معينه، حتى جرافيك ديزاين الحين قاعد اشتغل وناس اكثر مننا بزنس. طلع لك كذي كم فليت مني من ناقت انك ما تدري عرفت، وعندك البزنس مالتك هذول الصغار اللي ماشي. حلو. الخطوه الثالثه قبل لا نفل اوكي، عقب ما اشتغلنا باخر بروجكت، حتى البيتكوين اشتغلنا بالبيتكوين، يمكن ما ادري اتوقع احنا اول ناس كان عندنا اشتغلنا مايننج بيتكوين. اوه 2014 صدق؟ جبتوا كمبيوترات وكذي وهذا. حزتها ما حد يدري سالفه البيتكوين. واحد من ربعي فهم بهالسوالف، بيتكوين عمله الكترونيه قاعد يخربط هذا. فمسكين احتاج وايد خلينا نقول اقناع علشان يقنعنا بالفكره يعني. عموما قبل خلينا نقول كل واحد يروح الطريق، طبعا هو ليه ربعي وحبايبي وكل شيء تمام، بس يعني كل واحد يشتغل بروحه. صحيح. ويتنا جهه حكوميه زين، وصل لهم حكي لنا هذول شباب شغلهم زين وكذا وكذي، فيونا الله بالخير الله بالنور، يبا حياكم نبي نقعد معاكم. اوكي حزتها ما كان عندنا شيء، تونا خالصين من اخر بروجكت اللي هو البيتكوين، البيتكوين ما يحتاج يسوي فيه شيء، خلص المكان شغاله وكذا وقاعد انت ما عندك شيء. قلنا والله يلا زين فرصه ونشتغل مع الحكومه. ما جربت انا، يعني اشتغلت حكومه اول ما تخرجت 9 شهور يمكن بس عشان لا اقعد بطال يعني، اي واستغلت فما جربت شغل حكومه الصجي. ولما هم يجونك انت راح تشتغل على اعلى المستويات المفروض. وصدق رحنا قعدنا معهم الله بالخير الله بالنور، خير يبا احنا مولين قرقانين ما ادري ايش نسوي. انزين شنو تبون منا نسوي؟ نبي منكم تسوون والله ما ندري شو، ما تدرون يعني انا بسوي لك شيء، قول لي شنو تبيني اساعدك فيه عشان بالنهايه بعطيك كوتيشن، ما راح اشتغل ببلاش. والله ما ادري تشوف الوضع، هذا جهاز معين بالدوله؟ اي شوفوا الوضع وقولوا لنا شنو نحتاج. اوكي نشوف الوضع، بس واحنا قاعدين شي نادي الوكلاء والمدراء وما ادري شنو كلهم يوم ما كلهم قاعدين بطاليه، ما ادري الموضوع كان وايد غريب. قاعدنا شنو مشاكلكم؟ شنو هذا؟ شنو تحتاج فيه؟ تحتاجون فيه تطوير؟ شنو تحتاجون فيه تعديل؟ شنو الاشياء عندكم غلط؟ ما حد يدري ايش السالفه. حلو زين شنو نسوي؟ ليش يبينا؟ انا بيكم تساعدونا. زين اوكي اوكي خلاص يلا الحين وافقنا ان نساعدكم، طبعا ما اتفقنا على فلوس ولا شيء ولا شيء، لما نعرف السالفه شلون ماشي الشغل بالحكومه، واحنا اربعتهم مو شغالين بالحكومه من قبل. مصيبه. اي قلنا اوكي نجرب نشتغل بالحكومه. قلنا حق انا ما راح اقول وين الجهه، الراس العود. قلنا محتاج غرفه. زين بهالغرفه احنا على مدى الاسبوعين الجايين كل راح نجي ساعتين ثلاث ساعات باليوم، كل ما نجي بنا مدير بنا وكيل نجي بنا جسمه نشوف شو المشاكل اللي عنده، شنو يحتاج نساعده فيه. اوكي اوكي قعدنا عقب اسبوعين اوكي طلعنا بتصور زين. طبعا مو انا ما كنت ادري ان الوضع بالحكومه سيء لهالدرجه، مصيبه
ها لا يعني قبل كنت اعتقد انه والله مثلا وزير مو زين او وكيل مو زين او موظف مو زين. النظام كله معيب, السيستم فولتي, المنظومه كلها 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 مهزله. بس قلنا نحاول الجهاز, ما بيعرف اسم الجهاز, الجهاز اللي اشتغلت وياه تكميلي ولا حساس وحساس. لا 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 مو تكميلي, مو تكميلي شيء يعني مهم. اي مهم, مو تكميلي ابدا, مو تكميلي. ف عقب اسبوعين رحنا حق البيك بوس قال اوكي احنا يعني عندنا تصور مبدئي بس نحتاج نقعد ونكتب ونسوي لك سكوب اوف ورك بس عندنا تصور شنو ممكن نعدل. قال اللي تبونه لكم بس خلصني اللي تبونه. بس شوف في مشكله ولا لا هذا ما يصير اقوله. المهم ف قال اوكي شنو تحتاج تسوي اذا مهم, اذا مهم قوله. لا مهم بس ما اقدر اقوله. في مشكله لازم تشيل واحد من مكانه. لا بس هالات هذه او شيء هذا الشيء ما تقدر تسويه صح. يا يقول حكي حنقول كذا. المهم فعندنا تصور, سوينا ريسيرش ماله, استعنا بأشخاص زحين شلون على فلوسنا يعطيك من وقتي. أوكي يستاهل الوطن وبعد عمري الكويت وأحبها وأموت عليها. أمي حبيبتنا. إيه أنا بعيش باكل. والله يا جماعة نقدر إحنا يعني بأفضل الظروف نشغلكم على بند المكافآت. شنو يعني بند المكافآت؟ احنا لا احنا نبي عقد, احنا شركة وانت تستعين بخدماتنا يصير بيننا عقد. والله ما نقدر, مو 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 مرصودة الميزانية. قعدنا مع الربع, ها ما عندهم فلوس هذول, خلنا نشتغل. شو ما يخالف ايه ما يخالف, على طول البال انت. ايه خلنا نشتغل ما يخالف. لا الموضوع ترى وناسة من شيء جديد عليك. ما تجربة كانت... تجربة اوكي. لا لا التجربة كانت وايد حلوة. وفعلا بلشنا اشتغلنا, حددنا كم بروجكت راح ننفذهم. طبعا الاجتماعات كانت تصير على اعلى المستويات, يعني ما تقعد مع مدير إدارة. لا لا ولا مدير إدارة, مع وكيل, مع وزير, عرفت, مع رئيس هيئة. تلي كان نوع الشغل. الوضع كان يعني قعدت سنة ونص, ما أدري شلون تحملت سنة ونص. سنة ونص مكافآت مو فول تايم, عرفت. أنا قاعد أجاب شغلي بس بالنهاية في بروجكت, نخلص البروجكت هذا نريح لنا أسبوع أسبوعين, نخلص البروجكت هذا نريح لنا أسبوع أسبوعين, عرفت. الوضع الحين مثلا الحين أنا عندي كتاب معين احتاج يتوقع, انا مالي صفه رسميه فما اقدر اوقع الكتاب. فاروح حق الوكيل اقول له يا حبيبي الكتاب هذا ابيك تدز حق الوكيل الفلاني. يهتم ابشر على الخشم, يطلع الكتاب من الوكيل هذا. الوكيل الثاني ما يحب الوكيل هذا. حلو. واذا مشى البروجكت الكريدت راح يروح حق منه, حق الوكيل هذا. الوكيل احنا مو بالصوره, احنا اللي قاعد نشتغل مو بالصوره, ولا احد يدري ايش قاعد نسوي. ايه هم اللي قاعد يكشخون. ايه هذا ما بيوقع عشان هذا لا 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 يكشخ. شو اسوي انا؟ اخذ الكتاب اروح حق الوكيل الثاني. بفلان وقع. ها هذا كنا يعني قلت له اياك وطولته وقع. اي بس كنا في هنا شبهه قانونيه. ما في شبهه قانونيه, ما مر على الاداره القانونيه كل شيء تمام وقع. لا يلا اوكي يوقع كذي. طبعا هذا انا رايح لعقب اسبوعين, الكتاب وصل من اسبوعين وشايفه. بس ليش امشي عشان هذاك الشخ؟ لا حبيبي ما يكشخ على عفوا. ف الوضع كان سيء عقب سنه ونص. ما قدرت, الله يعطيني العافيه, سنه ونص يعني وايد سنه ونص. اي وايد سنه ونص. سوينا كم بروجكت, اشتغلنا شغل زين الحمد لله. وكان اصعب شيء كان ان تفهم الوكلاء والمدراء ان انا ما ابي كريدت. انا عندي هدف حين بسويه البروجكت هذا بخلصه
ما بيكشخ، انت اكشخ فيه. هذا تعطيها على طبق من ذهب، كانت تعطيه اياه. ايه هو يشوفك انك انت ممكن تاخذ مكانه، لا ما بياخذ مكانك، ما بياخذ مكانك. مو صعبه، انت ثريت، عرفت؟ باكر يشيلوني انا يحطونك انت وكيل مكاني، ما بيصير وكيل، ما بيصير مكانك، بيشتغل بخلص بفمان الله. فعقب سنه ونص بس يعطيكم العافيه فانا، لا كل عاد كل واحد راح يجاب شغله. شنو صبر وايد عندي اسئله، ما اتوقع ما كنت متوقع بتقول لنا هالسالفه هذه، بس يعني في انا احس ان السالفه فيها وايد معلومات مهمه، لو قاعدين انا وياك بروحنا كان اوه اي لا غير هذه. وانا ودي اسالك اي سنه لان ما بي يربطونها انت وين كنت. زين دعي حبيبنا نيلي كافيه الملقب في بسمي شو اسم الكافيه مالك؟ أبو خليفة. أبو خليفة الأصلي. شنو الفكرة يا داي؟ شوف تبي الصج، أنا أحب أخطط عادة. حلو. بس حق الكافيه هذا ما خطط. حلو. اللي صار بكل بساطة قاعد أتمشى بالديرة، كنت طالع من المكتب خليت لي قهوة وقاعد أتمشى، كان الجو حلو. بالقاري ولا مشي؟ لا الاثنين ليحة ما شريت القاري. حلو. ايه عقبها بشهر سيارة القاري بي ام اس مكتوب الشبح 2000. فقعدت مشي عشان اشوف برج الصفات، وبرج قديم مبني بالثمانينات يمكن، قبل كان كله فيه شركات نقل جوي وبحري وما ادري شنو وسفريات جمارك. فاضي ظلمه ومحطوط لافته للتأجير. دقيت عليهم، قالوا الله بالخير الله بالنور، عندكم محلات التأجير؟ عندنا محلات التأجير. كم تبون خلو؟ ما نبي خلو. صدق والله. اي والله. شنو المحلات الفاضيه؟ كلم الحارس موجود. ودور ادور ادور عشان اشوف لي هالمحل اللي بالزاويه. ارتياد ارتداد حلو قاعده وصاد مو على الشارع، انا كنت ابي صاد ما بيكون عشان. ودق عليه الله بالخير كم هذا هالكثر؟ مني منك مني منك مني منك، إذا جيتنا يعني صامل على قولته صامل ممكن ننزل لك شوي. قلت له أوكي يلا ياي. كانت خمس دقائق، شركة مو بعيدة، خمس دقائق أنا عندهم، أبي هالساعة تعطوني نعطيك. أوكي كان أوقع. أوه إي وقعت. أجرت ال ساعة كاملة من شفته لما وقعت بس. انت صبر، انت يعني ببالك انك بتفتح مقهى كوفي شوب شيء ولا بس شفتها قلت يلا خلنا نفتح؟ انا شوف انا حاب الشاي، وكانت الفكره ببالي اني افتح مقهى شاي، بس ما كانت الفكره مرتبه يعني ببالي. نفس انت تقول والله كنا يبي له يسوي كافيه ولا كنا يبي له يسوي مطعم. كل اخوتي ببالهم الفكره. بس انا بس بخطط عشان تسوي اللي تبي. لا ما كان الموضوع كذي. وقعت، قال شنو النشاط؟ قلت له مقهى. مقهى شيشة؟ لا مقهى شيشة، مقهى شاي. أو شنو اكتب العقد؟ اكتب مقهى. تم الموضوع، كتب مقهى. كل شيء كذي قاعد يصير يعني. كلمت المهندسة بشاير الأحمد، قلت لها يبغى أحتاج أو مو مهندسة، أركيتكت المعماري مو مهندس، معماري المهم قلت له انا مهندس مدني. أيوه انت مهندس اي بس ما مهندس ديكور. مهندس ديكور لا ديكوريتر. المهم فيت شافت المكان وكذا، اتفقنا ان الستايل يكون نفس ستايل المعماري مال السبعينات والثمانينات، سوق المناخ المصافطه القديمه وكذا. اتفقنا سوينا الديكور كل شيء. انا اعرف اسوي شاي، الشاي مالي الشاي الاحمر هذا العادي المنيس ولا الوزه ولا ايا كان. تحسبت كافيه ما ينفع تبيع بس شاي مخدر، لازم تبيع شيء ثانيه. زين انا ما اعرف اشياء ثانيه. سبحان الله نزل لي واحد من ربع من السماء اقعد معاه بالديوانيه كل اربعاء، ونسيت ما ادري شو راح بالي، نسيت انه متخصص بالشاي. تورد شاي متخصص بالشاي وورد شاي وعنده دورات. احمد العيدان ما ادري اذا قاعد يطالع ولا لا. احمد العيدان هو اللي
اول مره جيتك كان في واحد شويه ضعيف داخل قاعد يسوي شاي وكذي هو؟ لا لا هذاك عزيز ليوب شعره طويل. اي عزيز ليوب واحد ثاني زين. فشان تقعد ابو شهيب شلونك شو صار؟ يبا انا ماخذ محل، خليت محل مو باخذ محل، خليت محل وما ادري شو ابيع للحين. اوكي ببيع شاي وشاي حليب، في اشياء ثانيه يحتاج ابيعها ما ادري شو ابيع. تقول خلاص انا هيك وحاضر. يا خذيت كورس مكثف لمدة أسبوع كل يوم 4 ساعات، عرفنا أنواع الشاي، في أشياء ما كنت أدري عنها ولا كنت متصور بيوم الأيام اللي راح أدري عنها، شاي تايوانية وصينية ويابانية وقصة. يوم اللي فتحت أنا الحين ما أذكر، ما أنسى يوم 4/4 اليوم اللي فتحت فيه، ما كنت 19 إيه ما كنت جاهز ابدا، ما كنت جاهز بس لازم افتح. خلاص تاخرت، كان عندي عامل واحد الثاني طول على مايه. فتحت شاي وشاي حليب وفتحت لي حياه الله. بتنطر لين كل شيء بيرفكت ما راح تفتح، خاصه انا شيء جديد وانا ما اشتغلت بالفود اندستري من قبل. فمهما حاولت ادرس واتعلم وكذا راح احتاج وايد وقت، لازم اجرب وخلاص. الموضوع تجربه خطا صحيح، بلش ومع الوقت او مع تصير مشاكل مني من هناك تعدل ضبط. يعني مثلا من الاشياء اللي ما كنت حاطها ببالي اني ابيع ايس تي. حلو، ابدا ما كنت مفكر اني ابيع ايس تي. الايس تي تقريبا 70% من مبيعاتي. اوه ما شاء الله، صار هو ما كنت مفكر فيه. يعني اول 3 اسابيع الناس قالت تي بتدفع فلوس وكذا، ما كان في اي اس تي. جربنا اي اس تي نكهه والله مش الحال. جربنا نوع ثاني مش الحال. الحين عندي يمكن 7 انواع 8 انواع. ما شاء الله ما شاء الله. في نوع منهم مميز؟ عبق المحيط. عبق المحيط لا والله بكبتر لك لما خلص، راح اكبتر لك الناس اللي مألفين اعماق المحيط، ادغال المحيط، وحش البحار، رب الكعبه. والله يمكن 4-5 اسامي قاعد شو اسمه هذا، ما بي اقول اسمه عشان لا شو اسمه رضاني. عبق المحيط. عبق المحيط، عبق سالفته. عبق عبق المحيط هذا سوى ضجه. يعني ما انا ما كنت متصور ان الموضوع بيصير كذي. اللي متابعيني بتويتر وبسناب شات وانستغرام، انا ما ادري عنه ترى فما اقدر اقول انستغرام، دروا انه عندي كافيه. حلو. وقام يجون حلو. فالورع كان خفيف، ما كان ذيك الزحمه ولا ذيك الضجه، وما كان ما في احد، الورع كان زين. نزلت الايس تي، اول نكتين نزلتهم ميكس بيريز خوف ولايم مع بيري. اول نكتين نزلتهم اوكي، هني اللي تفاجأت انهم ماشيين. قلت اوكي لازم انزل شيء غير. كان حزتها قبل رمضان بشوي، قعدت الف وهني يوم واسوي مكسات واخلط وما ادري شنو، طلعت بنكهه عبق المحيط. عبق المحيط شنو هو؟ شنو؟ مانجا وخوخ وشاي اخضر. حلو، كولد برو، اضيف عليه نكهات. مانجا وخوخ ومعاه بلو لاجون، هو اللي يعطي اللون الازرق. مانجا وخوخ مع بلو لاجون. ايوه اوكي. البلو لاجون نكهته وايد بسيطه بس يعطي اللون حلو. حطيته مع بعض، شفت لونه كذا لون بحر. ايه قلت بسميه عبق المحيط، ما حد يسمي عربي. يعني لو مكان ثاني ممكن يسمونه اوشن بريز. ما حد يسمي عبق المحيط. قلت له انا مقهى ابو خليفه. زين صور الاثنين الباجي شو اسميهم؟ ميكس بيريز، مش اسمه ميكس بيريز؟ لا واحد بدون اسامي. اوكي، هذا اول واحد تسميه اسم. هذا اول واحد تسميه عبق المحيط. نزلته يوم يومين، الناس تجرب كذا، ما صارت ضجه. اوكي عجب الناس بس ما صارت اللويه اللي صارت. وصارت جدا عفويه، ولا كنت مخطط لها ولا مرتب لها ولا شيء. يعني واحد من ربع
هو من الناس اللي خل اقول ريجولر كاستمر. يا قال لي يبغى خل نجرب الجديد. دفع صب للعامل الجديد حطه حمد مضيان، نوجه له تحيه عشان لا يقول ما قلت اسمي. حط عبق المحيط. اوه حمد مضيان حمد. ايوه اوه ما شاء الله مصور استراتيجية يمين يسار، ما خلى مكان ما صورها. هذا طالب الاستراتيجية ولا لا؟ اوه اوكي بعدين اسولفك على الموضوع. المهم اوكي شكل هذه اي، فحط عبق المحيط وصوره. يقول ايش اكتب؟ بحطها بتويتر. والله ما ادري وحزتها، كان عندي موظف واحد فانا كنت اشتغل بالكافيه فما ادري ايش قاعد اسوي. والله قاعد احط كلاسات ما ادري شنو، قاعد انظف البراد نسيت. قلت له كيف اكتب لي تكتب لي يعني؟ قال لي ايش اسمه؟ قلت له عبق المحيط. كتب عبق المحيط. بعد اكتب شيء كذي، قلت له اكتب سعره 33.470 فلس. اوكي اوكي طقها الوضع سليم ومبين الاستعباط يعني 33.470 فلس. واضح الاستعباط. يا شخص ثاني شاف التويت هذا، وين بو 33؟ شنو بو 33؟ في انا شفته 33. قلت له يبا هذا جديد منزلين احنا. لا بكم؟ 450. صدق ليش كاتبين 33؟ قلت له مو 33 450. قال اوكي اعطني واحد. طلع صوره وكتب 35 دينار كنا. ايه زاد من عنده. هو من عنده صار اسمه مشروب الاثريات. حلو. الكل قاعد يجي ابي المشروب اللي مشروب الاثرياء عبق المحيط. ياخذونه ويصورون ويحطون سعرهم. ما حد يقول سعر صجي. مو المهزله. المهزله الحين بنفترض انا طلعت مصور المشروب هذا وكتبت 35. انت تدش عليه تسالني بالمنشن صج هذا 35؟ ما يعترفون يقولون ايه صج. وصلت لمرحلة ان الناس شكت ان انا هذول انا دافع لهم عشان يقولون كذي. هذا ليه خلينا نقول نص رمضان. إيه ليه نص رمضان؟ اللوية بتويتر حلو وبانستغرام بلشت ب 15 رمضان. حلو 20 رمضان وصلت الواتساب. حلو واخذ الاسعار. هذا عنده نوع ب 80 وعنده نوع ب 70 وعنده كذا، والربع يدزولي كابتشرات جروبات الزوار وكذي اللي خالط التحسب عليه وحسبي الله عليكم. اه من ناحيه سلبيه يعني هذا نصاب هذا قاعد يقص على الناس وشي. ها لا شوف شو there is no bad publicity. ما عندي مشكله ما عندي مشكله. يا رجل في مرات اذكر ثنتين يوني الروايه اللي وصلتهم إنه ب 75. هذه الرواية لو صارت تحبين والله. وأنا كنت قاعد أحاسب حطت عشان طرمي 50 قالت أبي 2. والله لو أنا منك أخذهم أقسم بالله أخذهم، بس تعفتش مع وزارة التجارة بعدها. إيه أنا والله شوف أنا تحسفت بيني وبينك. بس كلموك يعني. في أحد كلمك جهة رسمية تعالي؟ لا ولا شيء أبدا الحمد لله. الحمد لله زين يعني مشت مبين. شوف يعني اذا الموضوع كومن سنس عرفت ما حد اذا وصل يعني. اذا وصل الواتساب مو كومن سنس. بالضبط. فالمشكله ما وصل الواتساب. عرفت مين فجره السالفه؟ كيف منو انت قاعد تبيع بهالسعر؟ العشر الاواخر لا تشوف الزحمه عندي مو طبيعيه يعني. حتى اللي سامع يبي يتاكد عرفت انه اوكي صدق الوضع كذي ولا لا؟ اي ويصدم ويشتري طبعا مثل نشتري. وانت ما عندك تسليك اي 33؟ لا دينار 57 مشكورين كويتر بس هذا دينار 57. لا لا ما مشيها. شوف اول ايام كان عندي مقاقه اني اضحك عرفت؟ بعدين تعبت مش عارف لما تنقطع عليك القط القط كل يوم خلاص طيب ما اقدر من القطات اللي اوعى تبدي فيها مالت الوسك مال الماتشا. الوسك شنو الوسك؟ وسك 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 متراخه. ايه اوكي زين الماتشا تسويها ايوه الماتشا تسويها الوسك.
كل واحد يجيني اخوي لحية وشنب خلاص اول واحد يضحك بس كل يوم اسمعها 10 مرات ما اقدر زين قلت لي ما قلت نص القصه زين اسمعني ابي تجربتك بمشاريع صغيره احنا انا ما بلشت لك والله احنا قربنا خلص ما بلشت لك لايف بخليفه الاصلي لايف بخليفه الاصلي انا كل يوم استضيف ضيف ضيفين الهدف الاساسي من اللقاء انه نعطي معلومة جديدة نتكلم عن تجربة نتكلم عن تجربة فيها فشل نتكلم عن تجربة شلون حكيتك الدنيا وصلت لك إلى ما أنت عليه كل ضيف أنا أجيبه متميز في مجاله مو لأن أنت وتخالتي أنا أشوفك صدق فعليا متميز في مجالك حلو بعد شوف إحنا بلشنا وقلت الـ يعني إنش كثر سنين قعدت تدرس وآخر شيء وصلت اللي أنت الحين فيه ما شاء الله عليك عندك 3-4 small businesses وعندك شغلات قاعد تشتغل عليها صحيح صحيح ابي رايك او تجربتك في المشاريع الصغيره عشان الناس تستفيد منها من ناحيه يعني من واقع تجربه من واقع تجربه شوف انا اكثر شيء ينرفزني وقاعد اشوف انه زايد وايد بالفتره الاخيره سالفه اطلع من وظيفتك روح اشتغل شغلك الخاص ايش حق محكور بوظيفتك وقاعد يقولونها ناس خلينا نقول ضبطت معاهم صحيح غلط أكبر غلط مو الكل يقدر يشتغل شغل خاص أو شغل حر وبنفس الوقت مو الكل يقدر يشتغل بالحكومة يعني مو هذا أحسن من هذا مو اللي شغال شغل حر والله أقوى من الموظف ولا الموظف أقوى من هذا في ناس ما تقدر تشتغل بالحكومة والعكس صحيح في ناس ما تقدر تشتغل شغل حر السالفة مو سهلة متعبة ونقطة وايد مهمة الناس تعتقد ان كل واحد عنده سمول بزنس انه والله مليونير غني وثري واموره طيبة لا 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 في وايد مشاريع اصحابها لانه ما يقدر يشتغل بالحكومة ما ينفع له السيستم وهو ما يقدر يفتح له عمل خاص ممكن يكرف اكثر بس هو مرتاح اكثر البزنس ماله هذا عشان يوكله عيش مو عشان يصير غني شوف في بزنس موديل اتوقع ممكن بس عندنا بالكويت اقدر اسميه الاكسترا انكم باقي العالم الواحد يصير بس انكم هذا 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 خبزتي احنا هني لا عندنا تسوي لك مشروع صغير شيء على جنب يطلع لك كم فلوس انت موظف علشان اسولف ليش هذا مو زين راح اسولف وايد فمو لازم فأكبر غلط تسمع كلام واحد يقول لك استقيل وطق الدنيا بالطوف روح افتح مشروعك والحق أحلامك وحقق أهدافك مو كذي الموضوع أنا ما أقدر أقول حق واحد اطلع من وظيفتك قصر عنده عيال وعنده بيت وكذا أنا عارف إن بالكويت ما حد يموت جوع أقلها تقعد بيت أبوك بأسوأ الظروف عندك أهلك ربعك جماعتك يشيلونك إذا خسرت ولا إذا فلست ولا أي كان ما حد يموت جوع صحيح بس استل مو اي احد يقدر يدش هذا المجال مو قصورا فيه مو معناته انه مو زين انا مثلا والله ما اقدر ادش الاولمبيات مو معناته انا انسان مو زين انا مو لي الاولمبيات نفس الشيء المشاريع الصغيره او السمول بزنسز هذه مو حق الكل لا تسمعون ملوت تطوير الذات وما ادري شنو يسوي لكم دورات تعال اعلمك انا وتطلع انت كذي يعطيك حكي هذا الموتيفيشنال تحس انك وخر عني واروح الحين اصك استقاله واسوي المشروع اللي فيها احتمال كبير ما تضبط والتحسف وتلعن الساعه اللي طعت فيها كلام الحبيب هذا صحيح. اللي قاعد هو اصلا ما عنده سمول بزنس هو قاعد يقول لك روح سوي سمول بزنس هذا البزنس مان اي هذا البزنس مان البزنس مان اللي يصح لك يوجهك اوكي صدق انا وايد ناس انا قابلت ناس يقولون صح استقيل وشغف وكذي وهذا وقابلت ناس في الفيلد اللي عندهم بزنسز يقول لك لا الموضوع مو كذي وانت تنضم حق الناس اللي جرب بالفيلد وشاف وانت 100% شفت ناس حواليك في الشلل انت مو علاقاتك لما دشيت في البزنس انا كم مره بطيت على وجهي مو شفت ناس شخصيا اي عرفت مو سهله السالفه
حلو زين، عندي أسئلة وايد بس ما عندنا وقت فبسألها بصراحة. بس عشان الناس لا تفهم، أنا بقول مسألة السالفة مو معناته اللي يسويها قوي. لا ما 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 له علاقة. بالكويت عندنا ثلاثة أرباع ال البزنس توافيج صدق. شوف تشوف ناس ما تدري شو شنو ليش شلون قاعد يبيع هذا ما تدري. بس قاعد يبيع. أكله خايس، مكانه خايس، ولا شيء صح. وضغط معه. الموضوع مو قوة إنه والله هذا بطل فاتح له سمول بزنس. مو كذي الموضوع. تفضل. حبيبنا نبي تعطينا رأيك في مشاهير السوشيال ميديا وأثرهم على المجتمع. شوف هو ممكن اللي راح أقوله عقوتهم unpopular opinion. أنا أحس إن منهم فائدة. حتى اللي ما منه فائدة منه فائدة. أعطني. قل لي شلون؟ شلون؟ حلو سؤالك أخوي. قبل. هذا تقولها مع نفسك بالسناب كنت الحين تقولها وياي بالله. إنزين. قبل الإنسان من أكثر الأشياء اللي تميز الإنسان عن باقي المخلوقات مو بس العقل. قدرته على الحش. في رأي شو يقول الرأي هذا؟ إن الإنسان طور لغة مو علشان ينبه الإنسان الثاني، إنه مثل الحيوانات الشادي يقول حق الشادي طلع صوت معين إنه والله في أسد ورا الصخرة. الإنسان طورها علشان يحش. حلو عشان الناس تفهم حشة. انت قاعد تسولف لازم تجيب طاري احد. لازم الحين انا وياك قاعد نسولف قاعد يجيبنا طاري فاشن ستاد. انت بالديوانيه قاعد تسولف فلان سافر فلان رايد. طبعا الحش انا ما اقصد الحش المو زين جوسب، عرفت؟ سواء زين او شيء حلو. سوالف فلان شو سوى فلان وين راح. هذه اغلب سوالفنا كذي صحيح. فقبل انت قاعد تسولف عن الناس في دائرتك في محيطك في بيئتك، هذا سوى كذي، هذا طلق، هذا ما ادري يا له ولد، هذا ما ادري شنو. لما طلعوا الفاشينيستات والمشاهير اللي احنا نعتقد انه ما عندهم سالفه، شالوا حمل كبير عن الاشخاص العاديين. الحين انت صار عندك موضوع لما تروح الديوانيه، صار عندك موضوع لما تروح زواره، لما مجموعه من الناس تجمعون ما يحشون بواحد من ربعهم موجود، لا يحشون فاشينيستا او يحشون مشهور. فانا والله اشوف وجودهم زين. شو تسمي نظريتك هذه تكبر؟ ايه يعني الناس ما قاموا تسميها حياتك القيادة. ما ادري شو تسميها. تيجي المشكلة؟ المشكلة ان كلامك صح والله العظيم. يعني نظريتك صحيح، نظرية الحش الحديثة. ايه والله العظيم يعني فاشينيستات منهم فايدة والله. يعني انت الناس ما قامت تدخل بحياتك مثل قبل. قبل ماكو شغل ولازم نسولف. نشوف احمد سوى، احمد وين راح، احمد تكلم منه، احمد ما ادري شنو. الفاشينيستات شالوا عنك الهم. فاحمد والنعم فيه مو موضوع يا احمد هنا افلان خلاص كيف اخي يعيش حياته بطقان ما له علاقه فيه. حلو اللي انت قلته. ليش؟ لان انت انا ما ابي اكبرك بس انت كنت موجود من قبل عصر الذهبي مال الفاشينيستات. يعني كان عندك كان عندك سوشيال ميديا. قبل السوشيال ميديا كان يعني تطلع تروح وهذا. انا كنت حد ذاتها وايد صغير فما اقدر اشوف. حلو، مع انك كبرت وخلصت بس انت فاهم ايش قصدي صح؟ فاهم. انا لو قايل حق واحد كبير الحين صار صدع بس انت قلت لك اياها. زين ابي موضوع ثاني. هذا الموضوع يعني اهديه حق خالتي العزيزه ام عجله. قول لي انت متى؟ انا قريب ان شاء الله. خلاص انا بعدك ان شاء الله. لا متى عطنا. اوكي مو مشرط متى. عطني نظريتك في الامر هذا. انا ترى والله العظيم أنا احب لما تفسر لي شيء حتى اذا انا كان منظوري غلط، بس
انا وياك نظريه الحج الحديث منطقيه، ما حد يقدر يقول لا انت كلامك وياك. نظريه الحين نظريتي ما اقدر اسولف فيها لان ادري ان كل خالاتي وعماتي وامي موجودين، فما اقدر اسولف في النظريه هذه. لا والله عادي، بالعكس والله تبي تعطينا رايك بشكل عام على الموضوع، مو شرط انت. والله كل واحد ورايه، ما اقدر اقول إيه؟ شنو رايي بس؟ يعني لا هو موضوع عام إيه؟ في واحد يحس انه والله مستعد الحين يتزوج، في واحد مو مستعد الحين يتزوج. ما اقدر اقنع هذا ولا اقدر اقنع هذا ان اللي قاعد يسوي غلط، ولا اقدر اقنع هذا اللي قاعد يسوي صح. حلو، لكن وجهة نظره، كل واحد وجهة نظره، نحترم وجهة نظره. باس، احبك وايد احبك. باس، اسمعني، في سؤال ثاني. سؤال من الضيوف، سؤالين يتعلق في سناب شات. اول سؤال، ليش عندك، انت شلون تقولها، دوجس DUJS دوجس دوجس اقرب شيء. اوكي، دوجس، دوجس 1، دوجس 2، دوجس، وصلت 5؟ ايه الحين انا 5. دوجس 5، ليش مسويت لك 6 اكونتات سناب شات مختلفة؟ الدودة. لما يعني شوف، لما اصور شيء وادري ان في مثلا 3500 شخص قاعد يشوفونه، لا وايد صدق 5000، اي وايد. حلو، يعني الرقم عندي انا 1000. حلو، ممكن يوصل لي 1500، بس ما ابي اكثر من كذي. لما يزيدون صدق؟ والله يعني انت الحين في 5 اكونتات مختلفة وصلت 1500؟ لا لا، اكثر طفت. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. عطني، انا صار لي سنة انبح صوتي وانا اقرق، انبح صوتي وانا اقرق. عطني التوليفة بعدين اقول لك شنو الاشياء غلط اللي تسويها. صدق؟ في يعني في ملاحظات ولا هذه قطة؟ في ملاحظات؟ ايه ملاحظات. وليش ساكت؟ ها؟ ما ليش ساكت؟ ما اروح اقول حق احد شيء وهو ما سالني. تسالني فرح منك. افرح بس. انا سالتك اي موضوع ثاني؟ اي موضوع ثاني تبي تقول قول لي اياه عادي. والله لو يمدينا كان راح اختم فيه، بس انا بتكلم عنك، ما بتكلم عنك. زين. في مساء انت قلت لي ان انا وايد صارت عندي مشاكل سريعة بالبزنس وطبيت وهذا، خلينا نتكلم في الموضوع هذا زيادة. أبي شلون تعلمت، شنو كانت التجربة اللي وصلتك لهني؟ إحنا على السريع مساعة قلت لي 1-2-3 ومشيت، بس أبي ديتيل. إيه شوف، ساعات الواحد أكبر غلط ممكن تطيح فيه إنك تعاند، وعلى قولتهم you don't let go. مثال، سويت 2013 خياط رجالي. حلو، وكان الشغل ولا أروع، سنتين ثلاث بدأ يبط الموضوع. أنا كبرت وعاند، قلت لا راح أرجع وراح أكبره. أنا ضبطت شغل ناس ثانيين، شلون أنا ما خسر معه بضبط شغلي. نعم. عانت وحطيت فلوس زيادة علشان أكبر الموضوع زيادة على أساس إنه راح تضبط. يرجع لك زيادة. إيه. وال يعني أنا الحين أفكر بموضوع، طبعًا أنا سكرته. أقول ما سكرته، قاعد أفكر موضوع، قاعد أقول شلون كنت أفكر؟ يعني مبين إنه ما راح تضبط. ليش خسرت فلوس ووقت؟ كان ممكن تقول يبا إن خلاص انتهى الموضوع وأقدر أسوي شيء ثاني غيره. ليش عانت؟ أكبر غلط إن الواحد يعاند.
نقلت اكثر من مره، كان بالفروانيه وراح سالميه وبعدين وديت الافنيوز وقعدت بالافنيوز، وهم بالافنيوز ما مشى وهم عانت وتميت يمكن سنتين وانا معاند وادفع من جيبي كل شهر. الواحد مرات يعني تسوي اشياء غبيه مهما كنت بتعتقد انك انت والله عارف وخابز ومرتب كل شيء، ستيل تسوي اشياء غبيه. فاكبر مشكله ممكن تواجه الناس انه ما يستسلم. بقى مرات انا استسلم تابز طبيعي انا بردت. لا تعاند، لا تعاند، خلاص الموضوع مو ماشي، حاولت اكثر من طريقه انتهى الموضوع. من اكبر الغلطات اللي مو بس انا، ممكن حتى غير يسويها، غالبا شغلك مو زين لان الاوبريشن مو زين. غالبا المشكله بالاوبريشن مو بالماركتينج، الاوبريشن هو المشكله غالبا. احنا كلنا عوالنا ما في دعايه دائما، شلون شغلك مو زين؟ والله ماكو دعايه. لا مو دعايه مو لا جزء من المشكله، بس غالبا الاوبريشن هي المشكله مو البرودكت. اوبريشن البرودكت نفسه اي اوكي كل السيستم كله على حسب انت قاعد تبيع برودكت ولا سيرفيس. كل احوال الاوبريشن هو المشكله. علشان تعدل الاوبريشن تحتاج فلوس وايد اقل من انك تدفع دعايه حق شنو نسته. اي بس اذا تقعد مع نفسك او تنادي واحد من ربعك عنده خبره بهالمجال، تشوف شو الغلط اللي قاعد تسويه بالاوبريشن، تجاب المحلك ما تجيب مدير هو يسوي لك كل شيء عشان تعرف وين الغلط. مو الدعايه دائما المشكله، غالبا الاوبريشن. اتوقع هذه ممكن تكون نصيحه زينه حق الناس اللي تبغى تشيك على الاوبريشن لا تشيك على الدعايه. حلو دعي، كم مجال دشيت فيه في البزنس؟ خياط الجامعة. والله جربت، شوف جربت وايد جربت وايد كل شيء، حتى اللي اخسر فيه اتعلم. بس اهم شيء تعلمت انه اذا بدي شغله جديده ما احط كل ثقلي فيها من ناحيه الفلوس. ايه اوكي اوكي ادش مجهودي كله، ما ادش بكل فلوسي عشان لا ادخل. الحين اللي يسمع الحين عندي ملايين انا المهم. زين بس اتكلم بشكل عام، مجهودك مطلوب، وهذه نصيحة معروفة اصلا، لا تحاول تشيل فلوسك قدر المستطاع يعني. لا تحاول تدش بفلوسك، اي دش بفلوس غيرك. واضحة مو واضحة؟ واضحة. عندك فكرة معينة لا تدفع من جيبك، روح حق مستثمرين. يبقى انا عندي الفكرة الفلانية كذا، اعطوني فلوسكم. مو معناته ان انت بتفسفس فلوسهم، بس خل كاشك عندك يعني. الريسك راح يكون اقل. الريسك راح يكون اقل، وغالبا هذول المستثمرين عندهم فلوس زايده ما يسوون فيها. حلو. وايد كاش بتدير الناس ما يسوون فيه، وايد ناس عندهم. والله صح اتفق وياك. دعيج له الملقب في ابو خليفه. تايم ستيكينج عندي دقيقه 30 ثانيه. نبي اول شيء مشكور وايد على وقتك، والله صدق انا استمتعت بعد شبزي والله. كل خالاتي وكل اهلنا استمتعوا بنفس الوقت، تعلمنا منك. اتمنى حتى الناس اللي ما تعرفنا شخصيا او ما تعرف يعني تعرفني او ما تعرفك تكون ان شاء الله استفادت من كلامك. اخر سؤال بسالك يا انا عاده لما اخلص اختم وعندي وقت مع ضيفي، ابي ترشح لي شخص مو مجالك ممكن انه يعطي قيمه حق لايف بو خليفة الأصلي. أمي. أمك؟ قلتي خلط. راح أكلمها ترى. والله. إذا تشوفي يا الحين. خالتي إذا أنت قاعد إذا أنت قاعد تشوفيني الحين، أول ما سكر دق علي أنا الساعة 11 حاطي فشلة. إذا ما هذا راح دق عليها إن شاء الله باكر. دعيج شكور على وقتك وايد. حبيبي ابو خليفه، باذن الله نلتقي فيك في لقاءات جديده ونقاشات ثانيه غير عن اللي انا 100% ادري ان عندك شغلات ازيد من اللي قلتها اليوم، فباذن الله نلتقي فيك قريب. اي وقت حاضرين قاعدين بطاليه لا شغل العمل. حبيبي اشوفك على خير ان شاء الله. هلا ومرحبا. الله يسلمك. تمام.